طبعا أنا من مواليد المنامة بحكم السكن في أم الحصم، نشأت وترعرعت في منطقة أم الحصم، درست في مدارس وتخرجت. طبعا في الابتدائي طبعا في مدرسة أم الحصم الابتدائية، درست 3 سنوات للصف الثالث في المدرسة القديمة كانت على البحر، وكنت في الصف الثالث أتذكر انتقلنا إلى المدرسة الجديدة اللي عند الصالة الرياضية حاليا، وذكر أن أخذونا مشي الصبح من القديمة للجديدة، وكان هذا يعني يوم بالنسبة لنا نحن برنامج ونقلة، يعني اختلاف المدارس في ذاك الوقت. المرحلة الإعدادية كانت في مدرسة الإغضبية، والثانوي طبعا في مدرسة الشيخ عبد العزيز. أنا خريج القسم الأدبي في مدرسة الشيخ عبد العزيز. نعم، احنا 6 صبيان وبنية واحدة الحمد لله. أنا الثالث بين إخواني. طبعا علاقتنا كانت علاقة قريبة من بعض. الوالد والوالدة الله يحفظهم طول في عمرهم كانوا وايد حنونين متابعين لنا وللأخوان في كل التحركات، كانت الدراسية كانت الأنشطة الرياضية وغيرها، يعني كنا على تواصل كبير ولا زلنا الحمد لله. احنا يعني نشأتنا بعد في ملحصم منطقة صغيرة، وكانت العوائل والأهالي جدا متماسكين، الكل يعرف بعض البعض والكل كان يداري بعض البعض، فلازم الحمد لله يعني الألفة والمحبة بين أهالي المنطقة، وهذا ينعكس بشكل عام على البحرين، ولكن يعني على كمرحلة الطفولة كان الكل يراعي بعض البعض. طبعا تعرف ذيك الأيام كانت الحياة صعبة، كان على رب الأسرة وعلى الأطفال، كانت من الحياة المعيشية وغيرها. فالوالد الله يعطيه الصحة والعافية يعني بذل مجهود كبير، يعني في تعب في حياته عشان يربينا، عشان يعني الكل من الإخوان يخلص دراسته وينتظم في حياته، والله يجزاه عنا إن شاء الله كل خير. والوالدة طبعا الله يحفظها يعني كان لها دور كبير، هي في تعرف يعني قائمة بكل شيء، من المتابعة من شغل البيت لاحق الأطفال. طبعا يعني شقاوة الأطفال، احنا كنا 7 يعني ما شاء الله 6 صبيان، يعني خلي البنية 6 صبيان، ف تعبت يعني الله يحفظها ويانا احنا كنا صغار. طبعا المدرسة يعني في مدرسين لليوم ما تقدر تنساهم من شدتهم، في مدرسين يعني كانوا تعاملهم سهل وبسيط وممتع مع الطلبة، في مدرسين لا بالعصا. يعني كان أتذكر عندنا أستاذ سلمان، هاي ما حد ينسى جدول الضرب، تحفظه بالعصا لازم تحفظه، ولليوم لو تسأل أي واحد خريج مدرسة أم الحصم عن جدول الضرب حافظه فضل الله. ثم أستاذ سلمان الله يعطي الصحة والعافية. في القضيبية عندنا أستاذ خليفة الله يرحمه ويغفر له، بعد كان شديد، بس الشدة يعني كانت من ناحية التقويم، يوجهونك حق الدراسة والالتزام، يعني يعلمونك الالتزام مو بالشدة فقط، يعني الشدة والاستهزاء بالطالب. يعني المدرسين اللي كانوا في مدرسة أم الحصم كانت علاقاتهم بأهالي أم الحصم كذلك والأسر علاقة قوية، يعني الكل كان على علاقة مع بعضهم بعض البعض. يعني المدرس يعرف والدينك ويعرف هلك ويعرف على الكل، مو بس على يعني شخص أو شخصين، فبالتالي هم يأخذونها من فعلا لما تربية وتعليم، كان فعلا من المدرس تربية وتعليم. احنا طبعا الدراسة في المرحلة الابتدائية
كونت لك صداقات. رحت المدرسة القضيبية، يعني انتقل لما الحصام القضيبية الحورة، هاي هذا صداقات. المدرسة الشيخ عبد العزيز كان يونها من مختلف مناطق البحرين بعد، يعني تكون عندك ربع من السترة. اوه ما شاء الله. انا خريج شيخ عبد العزيز. سنة كم؟ انا على 2000 تخرجت. 2000 ما شاء الله. اي انا 86 86 ولا زلنا على علاقات مع ربعنا يعني اللي تخرجوا معنا. بعد التخرج من الثانوي القسم الادبي، يعني كانت ذيك الايام كانت في خيارات، تروح تدرس الجامعه او تشتغل. انا قدمت على الموانئ، تم قبول التوظيف الموانئ كمتدرب قائد قاطرة، يعني تق يساعد السفر في رسو السفن. اشتغلت لمدة يمكن 6-9 شهور في الموانئ. بعدين كنت أشوف المرشدين اللي يدخلون المراكب الكبار الموانئ وإحنا نساعدهم على عمليات الرسو. فسويت خطاب حق الشيخ دعي بن خليفة الخليفة رئيس الجمارك الموانئ والجمارك في ذلك الوقت، الله يرحمه ويغفر له، أن أنا بيدرس أكون مرشد بحري. الله يرحمه وافق، ويعني وجه لي المدير عندنا أنه يباشرون في الإجراءات. خلال هاي الفترة واجهت يعني العديد من الصعوبات. هذه الدراسة تحتاج لازم تكون خريج علمي. أنت خريج أدبي. أنا خريج أدبي أو صناعة في بعض الحالات، لأنها تحتاج دراسة الفيزياء والرياضيات. يعني ما كان عندي فيزياء ولا ما درسنا طبعا أدبي، ما في دراسة لا فيزياء ولا رياضيات. فخاطبوا الكلية قالوا لهم يعني يحتاج رياضيات وفيزياء، وهذه إذا ما درس من قبل يعني بتكون جدا صعبة أن يتخرج. في أي كلية كانت؟ كانت بكلية ساوث شيلز في بريطانيا، شمال بريطانيا. فرحت مرة ثانية حق المدير مالنا، قلت له يعني أنا أقدر أدرس الرياضيات في الفيزياء، يعني بحط لي مدرس وبادرس، يعني ما عندي مشكلة. بس هم يعني طبعا المراسلات هذه تيهم من الجامعة، يعني واحد ما درس رياضيات فيزياء جدا صعبة عليه. بعدين قالوا احنا بنعطيك اوكي بنعطيك فرصة تدرس لمدة 3 شهور في رياضيات وفيزياء وبنشوف عقب 3 شهور. في نفس الوقت احنا بنشوف لك شركة تتدرب عليها في البحر. احنا لان الدراسة هذه تدرس في الكلية وتطلع بحر تشتغل بحر على المراكب السفن التجارية لمدة معينة، وهذه الدراسة كانت مكلفة في ذاك الوقت يعني، وعلى أساس يتأكدون بعد أن أنا ما بروح شهر وشهرين بشوف الوضع في البحر بس وبارجع، لأن كانت في ناس تروح ولما تطلع على البحر تشوف الوضع تتفاجأ وترجع تهونين. فاتفق مع شركة بحرينية اسمها يوكو مارين عندنا في سترة بعد. هذه شركة كانت تشتغل بين البحرين وراس الخيمة تيبر رامول وكنكري، وطلعت عليها اتفقوا أننا نطلع عليها 3 شهور كتجربة تدريب. طلعت عليها 3 شهور، التحقت من البحرين، كنا نروح مركب تقريبا اعتقد طوله يمكن 150 متر، نروح راس الخيمه ناخذ نحمل رمل
وأني بالبحرين فارغة في الجيت الخاص مالهم في اليوكومارين في سترة. طبعا الطاقم مال المركب كان كله فلبينيين، يعني أنا كنت واحد الوحيد البحريني. هاي بعد طبعا يساعدك أن أنت تطور لغتك في الحديث معاهم، إضافة إلى أن تشوف الحياة العملية فعليا شلون بتكون في المستقبل. هاي فعلا كانت تجربة مهمة. الحدث يمكن الأبرز في ذلك في ذاك الوقت كانت يعني في حرب الناقلات، يعني كان في خطر عود، يعني كانت يعني العراق الإيرانية أي أيامها، وكان في يضربون المراكب، وإحنا كنا نطلع يعني من رأس الخيمة إلى البحرين، فنطوف في نفس المسار اللي فيه كان ضرب الصواريخ على المراكب. لكن الحمد لله يعني الله قدر ما صار شيء، مع أن كانوا قالوا لي إذا بتنزل يعني انزل خلاص، إحنا وافقنا أن أنت بتروح، بس إذا بتنزل يعني مسموح لك تنزل، بس أنا وفضلت أن أكمل الفترة 3 شهور. يعني عقب هاي 3 شهور تنزل يعني ترجع من التدريب؟ أي لأن كانت فيه خطورة كبيرة، يعني تعرف ذاك الأيام كان حرب الناقلات، كل على طول السفن الإيرانية كانت تضرب المراكب، فكان من الدش في هرمز تحس انهم قاعدين ينادونك انت فلان، يعني اسم المركب وين رايح وين جاي شنو محمل وشنو هذا، وكانوا يشوفهم يعني يفترون عليك يوجهون الصواريخ على المركب، بس يعني ربك ستر تمشي، يعني يشوفون العلم يشوفون وين الكارغو وغيره، والحمد لله عدت يعني على خير. بعد ما نزلت من المركب تمت المخاطبات مع الجامعة، حصلت على القبول، بس لحد الآن ما حلت مشكلة الرياضيات في الفيزياء، قالوا لازم تسوي اختبارات في الجامعة. طلعت رحت بريطانيا، دخل الجامعة، طبعا أنا كنت متصور إن تقعد في الجامعة يعني سنة وبعدين تطلع بحر، اتضح النظام لا، تقعد 4 أسابيع وبعدين على طول تطلع بحر تدرب. هاي 4 أسابيع بس تتعلم فيها السيفتي، شلون تنقذ روحك، الفاير فايتنج، يعني بس السلامة. عقبها طلعت طبعا بحر على شركة الملاحة العربية المتحدة، كانت من أفضل الشركات في ذاك الوقت، عندهم يعني جنرال كارغو وعندهم مراكب حاويات. أنا طلعت على الجنرال كارغو اللي هو بضائع عامة كتريني كاديت، قعدت تقريبا على المركب 6 شهور، بعدين تنزل شهر إجازة، بعدين ترجع 3 شهور. الفترة المطلوبة كانت 9 شهور في البداية، بعدين المرحلة الثانية 9 شهور. امتحان الرياضيات متى قدمته؟ باهيك لا، طبعا طلعت على المركب، كان الطاقم خليط، كانت الشركة الأول كلها إنجليز، ولما التحقت أنا كانوا في يعني يمكن 1 أو 2 باقين إنجليز، والباقي في بعض العرب في الخليجيين، والبقية يعني فلبينيين أو من باكستان اللي هو المساعدين. تطلع البحر أول مرة على مراكب كبار، يعني اليوكو مارين اللي كانت رأس الخيمة للبحرين كانت كل أسبوع
أنا في البحرين 3 أيام. يعني ما عندك هومسيك، ما عندك ما تحس بالقربة وايد. بس هذه المراكب شركة الملاحة تقعد 6 شهور متواصل مع ناس ما تعرفهم، ما تدري شلون تفكيرهم، يعني تجربة جديدة بالمرة. ركبنا، أتذكر من دبي التحقت على المركب من دبي، طلعنا من دبي رحنا بومبي، ومن بومبي كنا بنروح البرازيل. أنا كنت يعني توني كنت أسأل، أقول حق الكابتن أقول له كم يوم إحنا بناخذ للبرازيل؟ قال لي 30 يوم. قال 30 يوم؟ قال 30 يوم من البومبي للبرازيل. زين ذيك الأيام يعني لا فيها نت ولا عندك لا فيه تلفونات ولا شيء، يعني شوف كل هاي الوسائل الترفيهية ما كانت موجودة. كانت عندنا سينما، الكابتن كل أسبوع ينزل يشغل أفلام الرول الأول في الأسبوع مرة، باقي يعني الوقت تشغل أو تقرأ، يعني تحاول تملي فراغك بأي شيء مفيد. مسافات كانت طويلة ومتعبة، يعني أول شهرين كانت وايد متعبة بالنسبة لي، بس بعدين ابتديت تتأقلم شوي شوي. ثاني شيء يعني إذا بتسألني عقب أول رحلة بحر وثلاثين يوم في البحر ما فكرت ترجع؟ لا فكرت، بس قلت يعني هرجع شو تقول حق اللي يعني اللي دعموك ووقفوا وياك على أساس إنه تواصل دراستك؟ ف يعني وصلنا المرحلة الأولى 9 شهور، بعدين رجعت الكلية لمدة تقريبا 6 شهور، بعدين رديت طلعت بحر 9 شهور، بعدين رجعت حق الرياضيات والفيزياء. قالوا لازم تسوي هاي الاختبارات الرياضيات والفيزياء على أساس أن تحصل الشهادة اللي تأهلك أن تكون ضابط بحري. طبعا قعدت أدرس أنا في البحر، قعدت أدرس رياضيات وفيزياء، يعني بالصدق كانت وايد صعب الواحد يستوعب الرياضيات عقب هاي الفترة، بس يعني الحمد لله سوينا الاختبارات ونجحنا. الاختبار هناك تقدم اليوم تجيك النتيجة عقب 1.5 شهر. أي لأن الاختباراتهم اختبارات عامة على كل الجامعات في نفس الفترة، والتصحيح تصحيح مركزي، فتقعد على مثل ما عقلك لما تطلع النتيجة. والحمد لله يعني طلعت نتائج الفيزياء، وهاي المرحلة خلصتها في أتوقع 94. يبقى احنا الاختبارات عندنا طبعا في رتن وفي أورال، تقعد مع مخت اكزامينر مثل ما انا قاعد وياك، يسأل اسئلة عن البحر عن السيفتي وغيره. شو يخليك تدخلت 86 اول ما دخلت البواني؟ لا انا تخرجت اواخر 86. متى دخلت البواني؟ اي سنه؟ اعتقد 88. في 96 و94 اخذت الشهاده الجامعيه. اي يعني رحت انا ادرس في بدايه 90، خلصت الجامعه 94. 94 اي هي برجع اياك شوي في السنتين، يعني 86 88 وين كنت؟ في الموانئ. عقب ما تخرجت رجعت البحرين، اشتغلت كقائد قاطرة متدرب حق مرشد بحري. تميت تقريبا 6 شهور، وأنا كنت حابة أواصل دراسة حق الماستر.
فبعد سويت خطاب حق الشيخ العيا الله يرحمه ويغفر له، بأن يعني أنا خلصت فترة الدراسة وأحب راقب في الدراسة حق الماستر. طرشت له، طلبني قال لي أنت حين توك مخلص؟ قلت له أي نعم، طال عمرك كان من 3 شهور مستلم الشهادة، دام المعلومات عندي للحين فرش فبطلع بحر حق واصل. قال توكل على الله. كان يعني ذيك الفترة كان الشيخ دعي بن خليفة الله يرحمه وعيد عبد الله يوسف مدير موانئ، حتى محمود المحمود نواب السابق كان مدير عندنا، صالح المسلم، هذول كانوا يعني ناس تدعم التدريب، تدعم البحرنة، ينفذون كانوا توجيهات الشيخ دعي خاصة في التوظيف في البحرنة. يعني كان القطاع البحر تقدر تقول عنه 98% كان كله بحرينيين، وما يوجد اليوم كله كان نتائج ذيك الفترة. فإن شاء الله يكون يعني هذا اللي صار كله في ميزان حسناتهم، خصوصا يعني اليوم الإرشاد البحري عندنا في البحرين القائمين عليه كلهم بحرينيين، منهم من كان موجود في السابق ومنهم من تم يعني تم تدريبه في الفترة ما بعد الخصخصة. خلينا نقول 95 طلعت بحر مرة ثانية حق الشيف ميت، حق الماستر. الماستر لازم تشتغل في البحر على المراكب التجارية 18 شهر تخلص الفترة على أساس تتأهل تخوض الدش الامتحانات. طلعنا البحر على مراكب الحاويات هذه المرة، خلصت الفترة تقريبا في 97 سويت الاختبار، 98 خدت التشيف ميت الماستر، لا اي بعد المرحلة ما قبل الماستر يسمونها كلاس 2. وبعدين رجعت حق البحر بعد 18 شهر حق الماستر. الماستر خدت في 2000، يعني كل الدراسة هذه على الماستر تأخذ تقريبا 10 سنوات بين النظري والعملي. أخذتها في 5 سنوات من 95 إلى 2000؟ لا أي لا الكامل، يعني من 90 إلى 2000 10 سنوات من تبتدي الدراسة للماستر يعني في تقريبا 10 سنوات دراسة متواصلة بين العملي والنظري. الحياة في البحر يعني هي حياة حلوة، صحيح تعب، تحديات كبيرة، خاصة يعني تواجه متغيرات متعددة. يعني أنت في البحر مسؤول عن مركب قيمته بالمليارات وأرواح وبضايع يعني بالملايين، شلون توصل المركب بالسلامة من نقطة لنقطة، خصوصا يعني في حالات الطقس والوذر الصعبة. يعني ساعات الناس تشوف المراكب في التلفزيون تروح فوق وتنزل تروح فوق وتنزل، ما يعتقدون بصحة هذه الأمور، بس احنا يعني هذه الأمور شفناها على الواقع. في البحر هي صعبة ان الواحد يتزوج ياخذ زوجته معاه في البحر او يطلع يتم 6 شهور بعيد عن هلا. يعني هذا السبب اللي خلاك تأجل شوي الزواج؟ بالضبط. اي نعم اي، في كانوا معانا ناس يعني ضباط وأفسرز يجيبون زوجاتهم معاهم، بس كانت يعني الحياة
حياة البحر أنت كضابط صعب صعب عليك، فما بالك يعني بتجيب بعد زوجتك معاك. هي البحر غربة، يعني تخيل أنت في سجن لمدة 6 شهور تقعد مع 20 شخص في مكان واحد، ما عندك أي خيارات تسويها. بس في إيجابية، يعني أنت تقعد تلف العالم وتشوف ثقافات مختلفة مجانا. يعني احنا كنا على مراكب، رحنا الامريكا لكل القارات، القارة الامريكية الشمالية الجنوبية الفار ايست يوروب استراليا، يعني كنا نبحر نقل بضائع وغيره. بس في نفس الفترة انت تقعد في الموانئ احيانا يوم يومين في البضائع العامة، تقدر تشوف البلد، تقدر تتعرف. يعني هي صحيح شغلة متعبة، ولكن تتولد عندك خبرات كبيرة في تعاملك مع مختلف شرائح المجتمعات، مختلف الثقافات. يعني الأمر أعتقد الأكبر تتعلم الاعتماد على النفس. يعني أنت في البحر كل شيء تسويه بروحك، ما عندك أحد يساعدك، ما عندك أحد يشيلك. حتى شغلك يعني لازم أنت تسوي. أنا 4 ساعات الشغل لازم أنا أسوي شغلي كامل. الأنشطة الاجتماعية طبعا أنا 2000 يعني تو كنت جاي، بس كنت لي نشاط مع نادي أم الحصن في البداية. كنت أنا كنت لاعب كرة يد في نادي البحرين، أحب كرة لعبة كرة اليد. كانوا نادي البحرين توهم مؤسسين، نادي الملحصن كانوا توهم مؤسسين. تلعب كرة يد ما كنت بالمدرسة؟ في المدرسة للتوجيهي الأيام قبل لا أروح الدراسة. ما طلعت من الموانئ دشيت ال الدافع اللي خلاك تدخل البرلمان. وشوف يعني 2002 من 2002 خلينا نقول مع الميثاق والانفتاح، وجت مجلس 2002 انا اعتبر مجلس هو يعني اللي اسس يعني الحقيقة حق المجالس النواب القادمة. وتعبوا وايد في مجلس 2002 لأن كانوا كبداية، وأنا كنت متابع يعني من البداية بحكم يعني كانت مرحلة جديدة، الكل كان يتابع، كنت متابع باستمرار حق جلسات المجلس، مطلع على اللي يدور في البلد. في 2000 يمكن وأربعة وبداية 2005 يعني أنا كانت عندي هاي الفكرة أن أرشح روحي، واشتغلنا من فترة طويلة. يعني ما يلنا في 2006 قلت بادش، لا يعني في 2005 تقريبا تشاورت مع الجماعة، يعني في منهم اللي قال يعني شلك بالسوالف، في منهم اللي قال يعني أمور صعبة، في منهم اللي يعني شجع ورحب. والله ابتديت يعني أول شيء أكثف من الاطلاع على المجلس، القراءة الكثير، أقرأ أكثر من المعتاد عن المجلس، تواصل زيدنا في التواصل مع أهالي الدائرة. يعني حتى يعني النائب السابق الأخ العزيز أحمد بهزاد أبو مشعل يعني كنت على تواصل وايد معه، بصراحة ما قصر في العديد من الأمور يعني، وكان داعم. بس توكلنا على الله
دشينا البرلمان، يعني هي دشينا كلمة سهلة، ولكن كانت طريق طويل كان صعب. يعني شوف أيام الدراسة البحر، البحر فعلا يعلمك على الصبر، يعلمك على الالتزام، يعلمك على كيفية تجاوز الصعاب والأزمات. الانتخابات نفس الآلية، يعني تتبعها للخروج من هذه الأزمات. كإنجازات يكفي أن اليوم الناس تذكرك بالخير. أنا ما أقدر أقول لك أنا شنو حققت خلال هاي الدورات، ولكن يعني في أمور كثيرة تحققت. أنا من دشيت في مجلس النواب في 2006 إلى ما طلعت، يعني كان همي كله خدمة الناس والوطن، يعني وكنا نحاول يعني نتعاون مع الحكومة بحيث أنه يكون في توازن. بس ما في نائب اليوم يقول لك أنا حققت إنجازات، الناس هي اللي تقول. 2018 يعني أنا كان لي 3 دورات. الناس حبت تغير. 3 دورات، يعني أنا الانتخابات 2018 هاي كانت الانتخابات الرابعة. ناس كانت يعني ما عنده خلاف مع عبد الرحمن، ولكن بس تبي تغير من أجل التغيير. خلينا نجرب، ممكن يجي نجرب بالضبط، يمكن يجي لنا واحد أفضل، يمكن يعني. وكان في يعني توجه إعلامي بعد قوي ذيك الفترة على أساس التغيير. يعني صار التغيير، يعني الشاهد ان انا طلعت جوله ثانيه، يعني لو ما عندي شعبيه كان من الجوله الاولى برا بيدخل واحد ثاني جوله ثانيه. حاليا مرشد، يعني بعد السنه تقريبا تواصلوا معي الشغل القديم ورجعت شغل القديم كان في الارشاد. الحين تشتغل في الموانئ؟ في الموانئ الحمد لله، يعني مرتاح في شغلي، الامور طيبه. طبعا جات فتره الكورونا شوي خشت العالم عن بعض، ولكن يعني الحين قمنا رجعنا الى التواصل مثل قبل. البرلمان يمكن إيجابية في عودة أن أنت تختلط بالناس، تكون معارف ما لها حصر، تتعرف على يعني عالم عالم متشعب. هذا يعني مكسبة كبيرة أنا كسبتها من العمل 3 دورات في البرلمان، بأن يعني تعرفت على ناس كثير والحمد لله. في من وقف معانا في حق البرلمان، في من وقف معانا في طوال حياتنا، نود نقدم لهم جزيل الشكر. طبعا لكم أنتم جزيل الشكر على تشريفكم لنا.